بس تعالوا نشوف الجولة المرورية بتاعتنا ونقول للمشاهدين قبل ما ينزلوا من بيوتهم ويروحوا على أشغالهم نشوف الحالة المرورية ونبص على شوارع القاهرة ومحافظات تانية دلوقتي قبل ما تبتدوا تنزلوا. نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وشوارع القاهرة بالتحديد من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه طبعا العباسية هنلاقي فيه كثافات نسبية. لو رحنا لمصر الجديدة وتحديدا شارع الخليفة المأمون هنلاقي هناك سيولة مرورية ومكملة لحد شارع وكوبري الحجاز. من مصر الجديدة لشارع صلاح سالم هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة دلوقتي، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات البسيطة. طريق الكورنيش اللي قادم من المظلات فيه سيولة مرورية نسبية ومكملة لحد منطقة وسط البلد، واللي مكمل كمان لحد منطقة المعادي وحلوان هيلاقي برضو فيه سيولة مرورية هناك. وطبعا حابين نوضح لحضراتكم ان الاداره العامه للمرور اعلنت انه الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي بيتطلب طبعا تخفيف الاحجام المروريه هناك، وده بغلق مطلع كوبري المشير شارع التسعين بالطريق الدائري للي قادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالاضافه الى غلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائري للي قادم من المعادي حتى انتهاء الاعمال اللي موجوده هناك. دلوقتي نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية على محور صفة اللبن. السيولة هتبتدي تقل وتظهر الكثافات عند الوصول لشارع السودان، وفي نفس الأمر عند كوبري عباس والجامعة والجيزة كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات. أما محور عرابي فبيشهد برضو كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات كمان موجودة في محيط كوبري أحمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية من شارع العشرين لحد الطلبية، أما المحور كمان فيه كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر لحد محور ميدان لبنان، بتزيد الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية. وحابين برضو نعرف حضراتكم أن الإدارة العامة للمرور بالجيزة أعلنت عملية غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو هناك، طبعا في تواجد للخدمات المرورية لمتابعة حركة سير السيارات. الغلق بداية من تقاطع شارع الهرم مع شارع المستشفى والحد تقاطعه مع طريق المريوتين. دلوقتي هنروح لمحافظة الأليوبية، الطريق الزراعي اللي قادم من بنها بيشهد سيولة مرورية بتقل قبل الدائري، وبتحصل بعض الكثافات أسفل الدائري طبعا بسبب أعمال توسعة الطريق وإنشاء كوبري دوران للخلف. أما المتجه لبنها في سيولة كمان مرورية هناك. اللي قادم من شبرا بنها ومتجه لمنطقة شرق القاهرة مدينة مصر ومصر الجديدة من الأفضل إنه ياخد طريق محور الفريق العصار. لو رحنا كمان للطريق الدائري هنلاقي فيه سيولة مرورية بتقل عند بعض طلعات الدائري. نكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية، هنلاقي فيه كثافات موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كمان كثافات مرورية عند محطة الرمل بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. كده احنا عرفنا يعني خط سيرنا والسيولة المرورية موجودة فين والكثافات المرورية موجودة فين، فناخد بالنا في الطريق ونرجع تاني للشاذلي وهدير نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.